صباح الخير والعافية عليكم مشاهدي قناة زاكروس الفضائية. استطلاعنا اليوم يتحدث عن أطرف موقف صار وياك بالمدرسة ما هو. خليكم ويانا. أطرف موقف صار وياك أيام المدرسة ماذا كان؟ كانت أيام جميلة أيام الدراسة، وأطرف موقف اللي هو كنت أنام بالصف بالدرس، الدروس اللي ما نحبها كنا ننام بيها، وأذا يسأل الأستاذ أستاذ مريض أو كانت والدته بالمستشفى البارحة بالليل فكان ما نايم، فهو يقدرنا ويخلينا نايمين. أطرف موقف صار وياك أيام المدرسة شنو هو؟ والله دخلنا للمدرس وسألنا عن الواجب فقلنا له ناسي وطردنا من الصف كليتنا. والله نسيناه. أطرف موقف صار وياك أيام المدرسة ماذا كان؟ والله كنت أني أتذكر موقف كانت ستوفاء أم العلوم الله يذكرها بالخير. هالقد ما كنت وكح مرة كان تشوف أبويا الله يرحمه يقعد يم صديقة، فعبالها صديقة أبويا، فراحت تشكي لابنك، ابنك وكح، ابنك سوى فلان. قلت لها منو يا ابني؟ ما عندي ابن انا بالمدرسه. اي فقال لها شلون شكله؟ قالت له فلان شكله. قال ابن صديقي. فقد ما كان ضايق مني رحت لصديق ابوي. اطرف موقف صار وياك ايام المدرسه ما هو؟ طبعا بالابتدائي كنا صف ثاني ابتدائي تقريبا، انا عزوز كنا راجعين الدوام، اباوع من بعيد عزوز بتمين عليه ثلاثه، فزعت له طبعا. جيتي شوي طريق كليته من المدرسه لبيتنا شابع دق بوكسات دفرات، ما ادري ما شايف دربي. وصلت لبيتنا باوع رفعت راسي لقيت عزوز واقف في البايب وعليه وضحك. المهم خبزنا خبزه من هاي الاكله. بس ابغى مو وليه صارت تعرفين بالوليه كلها تشرد. اطرف موقف صار وياك ايام المدرسه ما هو؟ ايام المدرسه؟ بايام المدرسه كنت مدرسه اوراس كنت بيها، كنت يعني صف رابع ابتدائي او خامس، كان المعلم منا كان نزم يعني بايام اللي يعطيها المعلم الدراسه. انا درس الرياضيات اشرد من الحائط، مو اخاف يعني قصه من كان يجيني اخاف من يعني عندك رهبه من المعلم.